يقول أبو حمزة رحمه الله تعالى وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة: يا أهل المدينة، تعيرونني بأصحابي تزعمون إنهم شباب، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ نعم، شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أقدامهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، موصول كلالهم بكلالهم، وقيام ليلهم بصيام نهارهم، قد أكلت الأرض جباههم وأيديهم من طول الصيام وكثرة القيام، منحنية أجسامهم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر النار شهق شهقة وكأن زفير جهنم بين أذنيه، مستقلون ذلك في جنب الله، مستنجزون ذلك لوعد الله، حتى إذا رأوا سهام العدو قد فوقت، ورماحه قد أشرعت، وسيوفه قد انتضيت، وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت وأبرقت، استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله، فلقوا شبى الأسنة وشائك السهام، وحد السيوف بوجوههم وأيديهم ونحورهم، ومضى الشاب هنالك قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، فخر صريعا في الثرى، ورملت محاسن وجهه بالدماء، وأسرعت إليه سباع الأرض، وانحط إليه طير السماء، فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله، وكم من يد أبينت عن معصمها طالما استعان عليها صاحبها في جوف الليل من خشية الله، وكم من خد فلق بعمد الحديد، فرحم الله تلك الأبدان